حنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا. أدي عادة زي الفل وأدي أكلة ست الكل. البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا. عقل 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 ولا مجنونة مجنونة. عقل 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 ولا مجنونة مجنونة. عقل ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا. أدي عادة زي الفل وأدي أكلة ست الكل. البس اشرب او كل وسيب الباقي عليا. عقل 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 ولا مجنونة مجنونة. مساء الخير على كل الناس اللي دايما بتتابع شاشتنا, شاشة قناة الصحة والجمال وبرنامج عقل ومجنونة. يعني فضلت الف كده برضو طول الاسبوع عشان نطلع مع بعض كده بحاجة جميلة وتكون مفيدة وفي نفس الوقت تكون غريبة. ففضلت ادور يعني مين شمال جبتها من مشرقها لمغربها زي ما بيقولوا عشان اطلع حاجة ونتكلم فيها. طب هنتكلم في ايه تفتكروا؟ اكتر حاجة دلوقتي الناس بتتكلم فيها والناس ما بتتكلمش كمان فيها هي العلاقات. العلاقات بقت مفقودة كده في شوية حاجات, فعشان كده انا سبتني من العلاقات في الدنيا ودخلت على العلاقات في الغابة. الحيوانات بتتعامل مع بعض ازاي؟ ازاي في شراسة؟ ازاي في قوة؟ ازاي في رحمه برضو؟ خلي بالك اوعى تفتكر ان الحيوانات ما عنديش ما فيش رحمه او ما فيش انسانيه. بلاش انسانيه دي, ما فيش رحمه. لا في رحمه طبعا, في احساس ببعض, في حاجات كتير كده ممكن تكون اتفقدت في الدنيا اللي احنا عايشين فيها لكن ما اتفقدتش في الغابه. او بمعنى اصح الغابه ليها قانون ماشي, لكن في كل الاحوال في طبيعه كده بيرجعوا ليها. الطبيعه دي يعني في وسط الدنيا ما بتلاقيهاش. بس سيبنا بقى من الكلام ده كله, مش عايز اخش معاكم في المواضيع الجد كده ويعني نقفل الدنيا. خلينا كده نتفرج الاول. حيوانات لما بتنفعل, لما بتحب تهزر, لما ممكن تعمل فيك مقالب, ممكن تعمل فيك ايه اللي هو زي ما بيقولوا كده يعني ايه يعني جايله حاله كده. حيوانات لما بتبقى جايلها حاله وما بتفرقش بقى, بتهزر بتلعب بتعمل ايه اللي بتعمله دوت ممكن يعمل يعني يوصل لايه يعني مش عارف. طيب تعال نشوف الفيديو الاولاني بتاعنا اللي فيه الحيوانات ولما يبقى دمها خفيف بقى. خف الدم الحيوانات دي بتبقى حاجة مش طبيعية. وحتى الفيديو كده انوينج انوينج يعني مزعج. اهو اتفرج بيعمل ايه ده. بص الخروف قلبهم رايحين فين. وادي القرد اهو كمان ولا قرد قرد او شمبانزي. وطلع هم تقريبا عاملين مخيم وحاجه كده وبتاع. هو طلع جرب. بص ده الراجل بقى تخيل عفوا الراجل تخيل انه خلاص مش هيعمل حاجه ثانيه واداله واحده كمان. بص بقى القرد اللي مجنن القطه معاه دوت. قطه هيجنن. بص بص القطه بتبص له ازاي يا عم. خلاص كفايه مفيش فايده مفيش فايده. حاله هيبره كده مش طبيعيه بتخش فيها الحيوانات خصوصا لو بنربي في البيت كمان. هتشوف الحاجات دي بتحصل لي كمان الكريسماس اهو. كل سنه وانتم طيبين اهي. حاجات زي دي ال 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 القط هنا وفكره هنعمل ايه ومش عارف هو يعمل ايه. اوب السمكه السمكه راح طالعه من فين بقى. طبعا دي حاجه عاديه بتحصل طبعا. هي مش اصدار راجل مش اصدار في حاجه ولا بتاع. القط خلاص اهدى شويه مفيش فايده. وبص يا جماعه لما تبقى في علاقه كمان ما بين الحيوانات وما بين اوبا والشاشه هتنزل ايه على الاخضر. الراجل لحق نفسه. كلاب كمان مشكله كمان في البيت لما بنسيبهم وبيتحركوا بسرعه كده وشغل الشقاوه ده. ادي برضه اهو الطيور كمان. الطيور عندها شويه شقاوه. بص هو مش فاهم هو بيعمل ايه تقريبا. وادي القرود. طبعا القرود في الشقاوه ما يتوصوش. وادي كلب اهو طالع عينه معاه طالع عينه مع القرد. طب اتفرجوا بقى على القطه دي.
المفروض يعني القطط بتخاف منهم. لا مفيش، ده هي جات عنده جات تقرفه وهو يا عيني قاعد. مفيش بقى، مش ناقصك. وهي ولا الكلام، وادي اهو ما تسيبش قطه، ما تسيبش قطه في الحمام ابدا، جابت البكر كله على الارض اهو. لا وهي مستمتعه، هي مش فاهمه نهايه ده فين ولا هتعمل ايه، يعني في الاخر يعني هنوصل لايه. اهو كلب وحصان وعلاقة محبة كده وبتاع، يعني الحصان بيدلعوا شوية يعني، المفروض الحارس بتاعهم يعني في أي مكان. خلي بالك دي كمان تاخد بالك من نقطة تانية، إن ما بيحصلش الكلام ده كله لما بيكون في صداقة. المفروض عصفور زي ده كان اتاكل، القطة كانت المفروض كلته، بس لأ في صداقة كده ما بينهم، الصداقة ما بين جنس وجنس تقريبا، يعني حاجة تانية خالص وفصيلة تانية وسلالة تانية، بس العلاقات ما بينهم والشقاوة والتنطيط والحاجات اللي زي دي بتبين قد ايه ممكن تكون في علاقة ما بين الحيوانات، علاقة ما بين الحيوانات وبعضيها، تخليهم يوصلوا للمرحلة اللي انت تبقى شايف فيها الشقاوة بعينها. طيب حاجات زي دي يعني ممكن نقول الشقاوة بتاعت الحيوانات دي حاجة. طيب في حاجات تانية زي ايه؟ في شراسة، في حاجات قوية جدا لدرجة ان الناس بتتخيل. طبعا كلنا عارفين الحيوانات المفترسة ما فيش اختلاف عليها، الاسود، النمور، اي فصيلة من الفصائل، النمور او الاسود او الكلام ده كله طبعا احنا كلنا، وطبعا محدش يقدر يقف قدام فيل ولا حد يقدر يقف قدام خرتيت، اي حاجة من الحيوانات اللي انتوا عارفينها دي محدش فينا بيقدر يقف قدام الكلام ده. بس كمان عايز اقول لكم ان في حيوانات المفروض ان هي مروضة يعني، والمفروض انها عايشة معانا في البيت، والمفروض الناس كلها بتربيها، بس برضه يتخاف منها. ليه؟ لان نسبة الشراسة عند الحيوانات دي بتقل وبتزيد على حسب حاجات تانية كتير. يمكن انا فاكر حادثة ما انساهاش دلوقتي خالص، يعني في كان في كلب ده مش فاكر النوع، تقريبا روت فايلر حاجة كده يعني. الكلب ده متربي في البيت مع الناس، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي حاجة، فجأة طفل بيلعب معاه، معروف طبعا الاطفال لما بتلعب مع الكلاب بيبقوا ملائكة رحمة كده، ما فيش اي حاجة يعني. ملايكة دول لما بتلعب مع الكلاب، الكلاب يعني ما بتاخدش معاهم الموضوع زي الكبار شويه، في حاجه كده بقى بتاعت ربنا. فللاسف الكلب هجم وتقريبا خلص على الولد كمان، مش مثلا مش فكره ان هو حاجه بسيطه عض ولا بتاع ولا مش عارف ايه، لا ده خلص عليه تماما. طبعا الكلب معروف عنه الوفاء وما فيش كلام في دوت يعني، بس برضه في حاجات كده، في حالات ممكن تكون في حاجه تانية نرفزته خالص او عصبته خالص وصلته للمرحله دي. عشان كده ناخد بالنا حتى من الحاجات اللي عندنا في البيت، حتى فكره الهزار يا جماعه حتى مع القطط. القطط يعني انت بتتخيل القطه دي ولا اي حاجه تمام، لكن القطه دي ممكن فعلا بحركه كده الناس اللي بترخم يعني كده معاهم وبتاع مش عارف ايه ممكن توصلها لحاجه تانية خالص. طب خش بقى معايا على ايه؟ خش على فكره الحاجه اللي الناس لازم تاخد بالها منها جدا، اللي هي فكره علاقتنا كمان بقى احنا بالحيوانات دي. في ناس ولا بتفرق معاها، وفي ناس تانية زي ما هنشوف في الفيديو. بصوا بقى الرحمه، بصوا ثقافه التعامل مع كل شيء حي، كل روح خلقها ربنا. يمكن الكلام ده موجود عند الاجانب اكتر، يمكن هم مركزين فيه اكتر، صحيح في منظمات وحاجات زي دي، بس انا بقول ان الكلام ده كله مش محتاج منظمات، هو محتاج قلوب رحيمه عشان يبقى فيه مشهد زي ده. بصوا يا جماعه، قطه احنا في الشارع طبعا رايحين جايين بندوس عليهم، وحتى ما بنفكرش ننزل نشيلها من مكانها. بصوا تنفس صناعي، مش هتتخيل المشهد. طبعا في ناس هتقول لك ايه يا جماعه ايه الاوفر ده، مش للدرجه دي، قط وتنفس صناعي وبتاع مش عارف مش ليه يعني، خلاص يعني هيموت دوت هيجي مليون غير. بس روحه هتسال عنها لو ما لو كان في ايدك انك تساعدها وكبرت دماغك. وطبعا الاحاديث في الدين مش هتكلم عنها، عشان احنا اكيد يعني من ابتدائي كده عارفين كل الاحاديث اللي بتتكلم عن فكره العلاقه بالحيوان والرسول عليه الصلاه والسلام قد ايه. الحاجات دي صعبة جدا يا جماعة، كل حاجة. بص يا جماعة، في وسط التلج وفي وسط الكلام ده كله ما قالوش كلب وراح زي ما بيقولوا عندنا يعني، وبيحاول معاه، والكلب بيبص لهم نظرة لو تاخد بالك هتحس كأن الكلب فاهمهم هما بيعملوا ايه. وادي كلب وخرج وبص يا جماعة، طقم كامل، طقم كامل من المساعدين
وطلع الكلب، ما يتهيأليش ان الكلب ده هينسى، يعني بغض النظر عن ذاكرته يعني هينسى. بص الراجل ده خلي بالك بقى، يعني في حاجات بتحصل من الناس اللي هم جاهزين للكلام دوت، فرق الانقاذ يعني، وفي ناس عاديه جدا ماشيه في الشارع فشاف المشهد ما سابوش ومش قاعد كلب هو برضه، وخرج الكلب كسروا له لغايه ما خرج. فمشاهد لو كانت بتدل على حاجه بتدل بس ان هم بني ادمين، ولسه في حاجات تانية اكتر كمان. وادي الراجل نزل في الميه يعني عشان ينقذ برضه الكلب، ده نفس الكلام. اهو بيحاولوا. بصوا يا جماعه الناس قد ايه متجمعين، بصوا الناس قد ايه متجمعين، وكاني يعني اللي عدي كده يقول لك يعني في مصيبه. طبعا عندنا هنا في مصر طبعا الموضوع يعني لو في بني ادم واقع اصلا يعني ممكن بلاش اضغط قوي على الموضوع دوت. لا والله في ناس كويسه برضو، في ناس لسه عندها شويه رحمه. اهو برضو نفس الكلام، وبيتحرك ورايح وجابه وعدى بيه. وادي ده فوق قطعه جليد مفيش اي حاجه، راحوا له برضو، نزلوا له من السفينه اللي واقفه دي، نزلوا له عشان ينقذوه. السفينه طقم السفينه اهتم بانه ينزل ويشوف الكلام ده. حاجات شويه بشويه خلي بالك، الحاجات دي لو انت اتعودت عليها، لو اتعودت يعني على انك تبقى عندك رحمه ورأفه في قلبك بالحاجات، اكيد لما الموضوع هيكبر شويه معاك وتشوف بني ادم او تشوف انسان ساعتها بقى يعني مش اللي ممكن يحصل، مش هتفكر ممكن ايه اللي يجرالي من موقف زي دوت. ساعتها ما حدش فينا هيقول ماليش دعوه انا مالي نفس الكلام. اهو كان الحيوان يرجع لحياته الطبيعيه بدون تقيد او بدون يعني بدون ما امسك حريته دي، لا اسيبه يرجع تاني لطبيعته ولحياته اللي هو بيحبها. وادي في وسط الميه الكلب. طبعا خلي بالك من الكلب دوت، الكلب مش حاسس ان هما بينقذوه. الكلب من الخوف ومن المنظر ومن الهجان بتاع الميه ده مخليه حاسس كاني مفيش، كاني الناس ديت عايزه مثلا تعمل في حاجه. وادي اهو طبعا طياره جت عشان كلب، عشان الكلب. وادي اهو برضو احد الحيوانات البريه برضو، وانقاذ ومعاه لاخر لحظه برغم انهم مش هيستفيدوا منه في حاجه. يعني خلينا نقول بلغه المصالح اللي الناس دايما بتتكلم فيها، اللي هي فكره هتعمل له ايه؟ يعني هتستفيد ايه من اللي انت بتعمله؟ لا، هو انقاذ الروح في حد ذاته هو المصلحه. مواقف زي دي كتير. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه، في حاجات زي دي بتحصل برضو يعني عشان نكون منصفين، بتحصل في الشارع عندنا. بنشوف حاجات، وبنشوف طبعا برضو ناس اتخانقت وموضوع كبر ما بينهم وما بين بعض، وفي الاخر السبب مين؟ السبب الكلب. فال 11 15 واحد اللي اتخانقوا مع بعض، طبعا فاكرين كلنا الحادثه دي، ال 11 15 واحد اللي اتخانقوا مع بعض لخصوا موضوعهم كله في ان الكلب هو اللي غلطان. فعلا الكلب كان هو اللي غلطان. فده برضه فرق المنتاليتي، العقليات ما بين ناس فاهمه هي بتتعامل مع ايه، وده هيفتح لها ابواب ازاي عند ربنا. ابواب السماء بتكون مفتوحه لما الرحمه بتعم تعم والناس بتبقى عندها شويه هدوء مع بعض. طبعا لو عددت لكم حاجات زي دي بره المحيط بتاعنا يعني تقريبا مفيش فيديوهات هتكفي الكلام ده. حصان، وادي حصان اهو بيخرج وينقذ ليه لاخر لحظه. حصان او حمار انا مش محدده، ده شكله حمار ماشي، حمار برضه يخرج. واحد تبص لها وتتخيلها وتبص، يعني ما تتخيلش الناس ديت بيبقى ايه اللي في دماغهم. طبعا في ناس تانية بتقول لك ان ده كله هدف منظمات حقوق الانسان، يا عم اعمل منظمات حقوق حيوان واعمل الكلام ده كله. في ناس تانية تتريق تقول لك يعني
شايفين البشر لما هنشوف مش عارف ايه، ما هو ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض دي شملت كل حاجه، شملت النباتات، مش انا يمكن بتكلم عن الحيوانات يا راجل، حتى الشجر والكلام ده كله الناس ما بتتخيلش ان ده روح وكائن حي المفروض نحافظ عليه. بص الكلب، وفكره يعني انه رجعوا لي الحياه تاني، او ده سنجاب حاجه كده يعني، وبيرجع تاني للحياه البريه بتاعته الجميله اللي هو ما بيستمتعش غير بيها. فتشوف المشهد مش عارف والله يا جماعه، خلص الكلام، خلص الكلام على النيات وافكارهم وتخيلاتهم وازاي بيشوفوا الموضوع بالشكل ده. طيب احنا يعني اديني وريتكم حاجه كده عشان النبي يا جماعه نعلم ولادنا كمان، يعني العيال والنبي نعلم ولادنا الصغيرين كده بجد، محتاجين نعمل دوت، محتاجين ولادنا الاطفال دي بيلعب النهارده مع الكلب بتاعه، بيلعب مع القطه بتاعته، لازم نعلمه ازاي ما ياذيهوش، ازاي يحاول يحافظ عليه، ازاي على قد ما يقدر ما يوصلوش لاي مرحله ممكن تاذيه او اي حاجه من الكلام ده كله. اولا هيبقى عندك طفل سوي، ثانيا مش عارف اقولها ازاي، بس رساله، هي دي تعتبر انا بعتبرها رساله في الحياه، انك تكون فاهم انت بتتعامل مع ايه. العلاقات اللي زي دي اللي ما بين الحيوانات وما بين الانسان خلي بالك بعد فتره بتتطور لدرجه ان احنا شفنا حاجات كتير لناس، شفنا حاجات كتير لناس بتشوفها وهي بتتعامل مع الحيوانات دي، اصبحت النهارده قادر يروض الحيوانات المفترسه والحاجات اللي زي ديت لدرجه تخليه عايش معاها في البيت. معلش فيديوهاتنا كانت قليله النهارده شويه، كان نفسي اكمل معاكم بس يعني وقت حلقتنا تقريبا خلص، فاشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي الساعه 3 في نفس الميعاد، ودمتم بخير. عقلة ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية، أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا، أدي عادة زي الفل وأدي أكلة ست الكل، البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا. عقلة 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 ولا مجنونة.